بيضل السؤال الأخير، كانت إيران يعني هي ناطرة توقع الاتفاقية لحتى تحط إيدها على القطاعات، ما عم تستثمر على كيفها. هذا بيعطينا مؤشر آخر على قرب نهاية النظام، يعني وضع النظام أو تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل رسمي من خلال البرلمان بإقراره، معناته هني بده يعجلوا، خاصة أنه الاتفاقية تنص على حل النزاعات وعن حق إيران في استعادة ديونها من خلال الاستثمار ووضع يدها على القطاعات السورية. بدها توثق هذا الموضوع وتجعله موضوع رسمي بين دولتين لا يتأثر بتغيير نظام من الأنظمة، مأكدين أنه الموضوع لا يتعلق بالسياسة واتفاق تجاري مالي بحت ليس له أي علاقة في السياسة، وبالتالي ملزم كائنا من يكون على رأس السلطة في سوريا أن يكون